اولا بعد شكرا للموقع تيفت برنس وللاستاذ سي عبد العالي على المواكبه ديالكم، دائما كتواجدوا في جميع المحطات ديال الفريق. كما لا يخفى على الجميع اليوم كنعيش واحد الحدث تاريخي بطبيعه الحال في مدينه تيفات. اننا اليوم كنتواجدوا في تربوز ديال الفريق من اجل اللعب في مباراه السد، وهذا بطبيعه الحال جاب واحد المجهودات كبيره ديال المكتب المسير ديال اللاعبين. الحمد لله احنا لا خوف على الفريق باعتبار اولا عندنا واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي كبار اللي مارسوا في مجموعه ديال الفرق الوطنيه، والحمد لله انهم لباوا النداء ديال المكتب المسير وجاوا لمدينه تيفاز على اساس باش يطلعوا الفريق، والحمد لله مشاو الى ابعد حدود. احنا غنلعبوا البراج، وكنشكرهم من هذا المنبر هذه، وكنشكر الاخوان جميع الاخوان الصحفيين اللي واكبوا الحدث من الاخرين وخميسات، والحمد لله كاين واحد الاجماع محلي واقليمي من جميع الشركاء، من جميع الشركات، من جميع المواطنين، من الفاعلين الجمعويين، الصحافه المحليه والاقليميه، كلهم اجمعوا على واحد الحدث اللي هو ديال الصعود مدينه تيفت ان شاء الله، والاول ديال تيفت السنه للقسم الموالي. ثم كذلك كنتقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس مجلس البلدي السي عبد الرشان، حقق ما خلانا ما نديرو، وفر جميع الاجواء باش يكون اللاعب بواحد الاريحيه ويكون مرتاح في لوطيل ديالو، في ماكلته، في اللبس ديالو، في كل شيء. وحتى حنا بطبيعه الحال حنا عندنا النفسيه ديالنا الحمد لله مرتاحين بحال اللاعبين، لان كل شيء متوفر، كل الاجواء رائعه، اللعابه مستعدين اتم استعداد. كنشكروا نادي خميسات اللي وفرنا الاجواء للملعب باش الدراري كيديروا دابا هذا التدريب ديالهم. كنشكروا الاطر ديال الفندق على الحفاوه والاستقبال، وقاموا بواحد المجهود كبير لا حيت التغذيه وهذا باش يساعدوا اللاعبين. وثم كنشكر الجاليه المغربيه ولاد تيفت المتواجده بديار الخارج اللي كيدعمونا، كيدعموا الفريق ماديا ومعنويا، وكيشجعونا ومتبعين الفريق، وان شاء الله غنمشيو بعيد. والنداء ديالنا لجميع المكونين ديال المدينه باش موعدنا نهار الاربعاء ان شاء الله نكونوا في الموعد من اجل تحقيق الانتصار وتحقيق الصعود. وهذا غنهديوه لمدينه تيفت ولساكنه مدينه تيفت ولجميع المكونين ديال المدينه. وشكرا سي عبد العالي على المواكبه ديالكم، وتبارك الله.